أهلا بكم. نحن عشية الجمعة 22 بعد المئة بتقويم الحراك الشعبي السلمية الوطنية الذي يرفع شعار الانتخابات مع العصابات والذي يعزز حوشته في تغيير يليق بالجزائر مع ما تمخض من الانتخابات التشريعية والمقاطعة الشعبية القياسية التي قاربت 80% بأرقام السلطة، بل تفوق 80% إذا حسبنا 1,200,000 ورقة تصويت ملغات من 5.5 مليون صوت فقط من 24 مليون ناخب. انتهى عرس ديمقراطي كما وصفته السلطة، ولم يفترق المداحة والمادحون والمتباكون في الوقت نفسه على ما فيه من توزيع لكراسي البرلمان. انتهى العرس كما وصف، وتستمر الاعتقالات والقمع القضائي للحركيين وأصحاب الرأي الذين بلغ عددهم اليوم 266. شملت الاعتقالات اليوم الأستاذة الجامعية المتقاعدة والناشطة الحقوقية فتيحة بريكي، والكاتب والأستاذ الجامعي المتقاعد الدكتور عبد العالي رزاكي. يأتي هذا وسط تحذيرات سياسية واقتصادية في الداخل والخارج من مآلات الوضع في البلاد، آخرها تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية التي أكدت أن الجزائر تتجه نحو كارثة اقتصادية. تتزامن عودة الحديث عن الفساد في الصفحات الأولى للصحف اليومية مع توقعات بمواجهة أزمة اقتصادية متعددة الأوجه بالنسبة للخبراء والمختصين. ولطالما دعا المختصون في الاقتصاد ومخاطر الأزمات إلى تبني إصلاحات اقتصادية جادة تعتمد أساساً على تنويع مصادر التمويل وتنمية الصادرات خارج المحروقات، ولكن النظام الفاقد للشرعية الحاكم في الجزائر يفضل الاستمرار في التسير بطريقة الريع. وقد نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز المختصة تقريرا يرسم صورة قاتمة عن مستقبل الاقتصاد الجزائري، وأكدت على الإشارة إلى الآثار المدمرة للجائحة على اقتصاد يعتمد على المحروقات. ومع أن النظام يدرك هذه الحقيقة إلا أنه يواجهها بصورة التجاهل ويشجع العيش في أوهام السياسة على مواجهة مرارة الحقيقة. وتذهب الأحزاب الدائرة في فلك السلطة مذهبها، وبدا رؤساء الأحزاب المستفيدة من مناصب في تشريعيات السلطة سعداء بالنتائج. وعوض أن يشكروا الشعب، وجهوا كلهم تشكراتهم للرئيس الذي يبدو أنه هو الذي منحهم مقاعد في البرلمان. وخارج اهتمامات السلطة يعيش الشعب نشوة الانتصار على مواعيد انتخابية أسقطها الحراك، وانتصر على المقاربة الأمنية بمسيرته السلمية التي أصبحت وسيلة التعبير الوحيدة عن مطالب التغيير الحقيقي الذي يصبو إليه الشعب ويعبر عنه بقوة في الجمعة 22 بعد المئة كرد على انتخابات مزورة والتأكيد على حقه في الحرية واستكمال الاستقلال. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من الجزائر مصطفى عطو، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد التي ترفض السلطات الجزائرية الترخيص لها، ومن كندا من مونريال عبد الله صايغي الناشط السياسي والحقوقي. نبدأ معك مصطفى عطوي. انتخابات العرس كما وصف انتهى، ولكن لم يفترق المادحون والمتباكون في نفس الوقت فيما تستمر الاعتقالات اليوم دكتور عبد العالي رزاقي، وكذلك الأستاذة الجامعية المتقاعدة فتيحة بريكي، عدد معتقلي الرأي بلغ 266 اليوم. أولا سي جمال السلام عليكم. السلام ورحمة. تحية للسادة المشاهدين وضيوف الكرام. أنا نصحح حاجة، فرق حقيقة الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد غير معتمدة، وأنا هنا أتدخل كناشط جمعوي. طيب. حتى لا نعطي الحجة إلى النظام أننا نشط يعني في جمعية غير معتمدة. هذا فقط للتوضيح. خاصة ونحن نعيش هذه الأيام. وكنت أنا قلت سبق لي وقلت أخويا جمال أن النظام وسلطة الأمر الواقع ماضية في سياستها القمعية، لأنه ما عندهمش حل آخر، ما عندهمش حل آخر، والوضعية الاجتماعية والوضعية الاقتصادية خطيرة جدا، وهذا ما أشارت له المجلة الأمريكية منذ أظن يومين في مقالتها التي حللت فيه الوضعية الاقتصادية للجزائر
وكنا احنا سبق لنا وانا شخصيا ان اشرت الى هذا الامر، لان الشيء اللي الملاحظ الان وكل الدول التي لها الامكانيات وتعيش اوضاع اقتصاديه صعبه، فما بالك الجزائر التي طيب اليوم يبدو ان هناك اشكال في الفيديو، سنحاول العوده اليك، نسمعك بالصوت والصوره افضل استاذ مصطفى عطوي. عبد الله سايغي في مونريال، انتخابات واعتقالات مستمرة، اليوم الدكتور عبد العلي الرزاقي لما تقول تم اعتقاله في سيدي فرج من قبل عناصر أمن، ستة عناصر أمن بزي المدني، أيضا الأستاذة الجامعية الناشطة الحقوقية ضمن لجنة الدفاع المعتقلي الرأي، وكذلك ضد التعذيب الأستاذة فتيحة بريكي، 266 معتقل، فيما ابن بوغطايا في البرلمان ويستفز الجزائريين، القافلة تمر والكلاب تنبح كما يقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي جمال وتحية لضيفك الكريم الأستاذ مصطفى، كذلك تحية لكل الجزائريين وتحية خاصة لكل معتقلي الرأي. في الحقيقة نعم، هم معتقلي النظام بسبب آرائهم. الوضعية في الجزائر يعني في الحقيقة النظام يتجاهل الشعب كلية. رأي أن النظام الآن منذ 62 بالحقيقة ليس جديدا، إلا أن الحراك هو الذي كشفه وظهره على حقيقته هذه التي يتعامل بها الآن مع الشعب الجزائري. لذلك فهو في الحقيقة لم يغير من طبيعته ولم يتغير، لكن كل ما في الأمر أن النظام يعني ظهر على حقيقته كما هي دون يعني مكياج ودون يعني تجميل. لذلك اليوم نظام له أجندة، وهي أجندة أمنية، أجندة قمعية يواجهها الشعب الجزائري دون استثناء. يعني ما نقولش الحراك أو غيره، كل من يعارض هذا النظام أو كل من يقول لا لهذا النظام ويقول له يعني باللي راح تدي الجزائر في الحيط فهو عدو له. واليوم سمعنا يعني تصريحات لبعض مثل نسميهم من قوسين رؤساء الأحزاب، يعني يخونوا في كل من يعارض النظام وكل من يصف يعني المخابرات بالمنظمة الإرهابية، هم خونة للوطن. لذلك نشوف باللي هناك أجندة أمنية يتعامل معها دون أن يلتفت إلى أحد ودون أن يلتفت إلى هذه المطالب الشعبية الواضحة، أن الشعب مرة على 60 سنة اللي ولد في عام 60 أو 62 اليوم مرة عنده تقريبا 60 سنة. يعني تخيل أنه نحن جيلنا كامل عشنا في, 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 في ظل هذا النظام في ظل هذا النظام، والنظام لم يتغير يعني بأشخاصه وبمنظومته التي يحكم بها البلاد وبعقليته الكولونيالية، يعني عقلية كولونيالية بأتم معنى الكلمة. فاليوم فإلى اليوم أن النظام في الجزائر العاصمة يعني في المركز في الميتروبول اليوم يتجاهل الجزائريين في كل مكان ويسيرهم من العاصمة، رغم انه يعني يبعث لهم مندوبين يعني يسميهم ولات يعينهم ليسيروا الجزائر عن بعد. لماذا كل هذا؟ لانه النظام ما زال بعقليه المستعمره، ما زال يسير الجزائريين وكاننا ديزندجان وكاننا مستعمرين. هذه العقليه طبعا لا ننتظر منها اي شيء، خاصه اذا كنت تعارضها، فهذا يثبت مرة أخرى على أن الحراك والشعب الجزائري على حق، يثبت مرة أخرى للعالم بأسره على أننا على حق، ويعني سوف نستمر. ليس لدينا خيار اليوم، النظام لا يترك حتى مثلا نافذة صغيرة للمفاوضات، أو لا يفتح حتى نافذة صغيرة ليعبر من خلالها الأمل لهذا الشعب. الآن يعني سنتين ونصف يعني ما كان الشعب في العالم يواجه نظام يوميا يعني لمدة سنتين ونصف بهذه السلمية، بهذه الحضارية، بهذه مثلا الوعي، بهذه المطالب يعني السلمية، بهذه المطالب المعقولة. الحراك اليوم أو الشعب الجزائري لا يطلب المستحيل، بل يطلب الحد الأدنى من الشروط في العيش الكريم.
نحن لسنا شعب مثلا قال نطلب مثلا ما على باليش انا تكنولوجيا متطوره، نطالب النظام اليوم باش يوفر تكنولوجيا مثلا متطوره، ولا لماذا لم يغزو الفضاء، او لماذا مثلا لم يرسل اقمار صناعيه الى القمر او غير ذلك. فقط نحن نطلب من هذا النظام ان ينتبه باننا في القرن 21، واليوم الجزائر اذا لم تتق يعني هو راح الحال، يعني ما نقولوش اليوم يعني هو راح الحال، لكن ربما فقط أننا ندرك ما يمكن استدراكه. الشعب اليوم يطالب بالديمقراطية، يطالب بحق الإنسان، يطالب بالعدالة، يطالب بالتنمية، يطالب بالعمل، يطالب بالصحة، يطالب بالتعليم. فهذه المطالب يعني هي مطالب دو باز يقولوا بالفرنسية، معناها يعني أساسية، يعني مطالب أصبحت المفروض أنها تكون لكل إنسان على وجه الأرض. فالنظام هذا يستكثر على الشعب الجزائري أنه يطالب بهذه المطالب ويمضي في قمعه وينظم في مثلا في مقاربته الأمنية، واليوم يسجن يعني النساء والرجال والشباب والشيوخ والأطفال، يعني وكل إنسان يمشي في هذا الاتجاه يعني يسجنه ويعتبره من الخونة. يعني الحقيقة نحن نعيش مأساة يعني بكل معنى الكلمة. طيب. هذا النظام لم يترك لنا يعني حتى الأمل في الأمل، مش يترك الأمل فقط، أنه أغلق أبواب الأمل للأمل. لذلك من المفروض أنه إذا كان في هذا البلد يعني عقلاء، وأتمنى يعني ذلك، لأنه الحقيقة أنا شخصيا أصبحت أشك إذا كان في هذا البلد عقلاء أن ينتبهوا وأن يعرفوا بأن يعني ما بقى لهمش النظام هذا، ما بقالوش يعني هو رايح للحيط فقط. طيب. أنه المشكلة أنه راح يدخل البلاد كاملة في حيط، مش فقط رايح وحده، كونش رايح وحده يعني يروح إلى جهنم وبئس المصير، لكن أن ندخل بلد كامل. فهذا من واجبنا جميعا اليوم، يعني من المفروض أقول لك واجبنا جميعا أن نقف صفا واحدا وأن نحاول أن نحافظ على بلدنا. طيب. من هذا النظام يعني. طيب ابقى معنا لو سمحت عبد الله سايغي، أيضا إلى جانب الاعتقالات الأحكام في حق الحركيين يوميا، أحكام بسنة يعني تقريبا بشكل يومي مرات 6 أحكام أو سبعة أحكام تطال شباب سنة سجن، بينما يترطع المتنطعون كما يقول المعلقون أحكام تطال مثلا المبلغين عن الفساد، مثل ما تم تثبيت الحكم بسنة سجن نافذة في حق نور الدين تونسي المبلغ عن الفساد في وهران برغم معاناة عائلته، نسمع صرخة هذه المعاناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والدي المسجون ظلما وثأرا منه المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين، يقول أنه لم يكن ينتظر اعترافا من السلطة بتضحياته مقابل الواجب الوطني الذي قدمه، ولكن لم يكن ينتظر أيضا أن أطرافا تستعمل السلطة لرميه باطلا في السجن، وهو من المفروض أن يحميه القانون. وما يحزنه أن في عهد الجزائر الجديدة التي قطعت عهدا على محاربة الفساد لا زالت تستعمل أساليب النظام السابق. أبي في إضرابي عن طعام مفتوح منذ 20 ماي، ونحمل المسؤولية على كل من وراء سجنه. أبي بالكاد نجا من إضرابي عن طعام الأول، وها هو يواصل كفاحه وحده من داخل زنزانتي الموجود بها ظلما وثأرا منه. أردتم إسكاته؟ نعم، قد حصلتم عليها بسجنه سنة كاملة، ونحن أبناؤه نقول لكم كفى كفى وكفى، ظلما له ولنا قد سنة سجن نظن أنها كافية لمعاقبته عن ضميره الحي، وعن ضميره الحي كمواطن حر وغيور على. كانت هذه إذن ابنة المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي. عاد إلينا مصطفى عطوي. مصطفى عطوي، الاعتقالات وأيضا الأحكام وأحكام تطال الناشطي الحراك وأصحاب الرأي وحتى المبلغين عن الفساد، اليوم تثبيت الحكم على نور الدين تونسي في وهران مواطن أدى دوره المفروض في التبليغ عن الفساد. أخويا السلام عليكم مرة أخرى أخويا جمال، وتحية لضيوفك والسادة المشاهدين. لما نتكلم على الأحكام، يعني الأحكام في ظل هذا النظام، في نظام فاقد الشرعية، نظام يستعمل القمع، لا يعرف إلا لغة القمع، لا يعرف لغة الحوار، لا يعرف لغة التفاوض،
منذ 62 هو على هذه الطريقة. كنا قد تنبأنا وقلنا أن النظام مستمر في هذه السياسة لأنه ما عندوش وسائل أخرى للبقاء في الحكم. وكنا نقول أن الفساد السياسي هو أم الخبائث، وهي الوسيلة لتصفية الحسابات وحل الصراعات ما بين الأقطاب المتصارعة فيما بينها والأجنحة المتصارعة فيما بينها، وكذلك للبقاء في الحكم. كذلك لا يمكن أن نقول قلنا مكافحة الفساد في الجزائر يعني مثل أكذوبة أبريل. لا يمكن نقول ونتكلم على مكافحة الفساد وين ما كانش الحرية الجماعية والفردية. لا يمكن نتكلم على مكافحة الفساد في ظل نظام قضائي غير مستقل. وإحنا كنا تطرقت إلى هذا الموضوع في كثير من اللقاءات مع إخوة كثر، وقلنا لا يمكن لأي جمعية ولأي شخص في الجزائر أن يقول أني نشط في مكافحة الفساد لكن هو لا يستطيع تنظيم، يعني ليس له الحق في تنظيم حتى اجتماع يجمع النشطاء أو عناصر الجمعية تاعو. وعلى هذا والكارثة الكبرى كذا لا توجد أي إرادة سياسية في البلاد لمكافحة الفساد، ولا على هذا فيه سياسة ترهيب. أنا أتضامن مع السيد توسي من وهران وكثير من النشطاء، وكنا قلنا حتى في 2011 أخويا جمال لما كنت منسق خلية مكافحة الفساد اللي كانت تابعة للرابطة، قمنا بدراسة على شك يعني استبيان فيه من تسعة أسئلة. أحد الأسئلة كان يقول، طرحنا هذه الأسئلة ونقول إذا كان للمواطن يعني عنده قضية فساد، المواطن إلى أين يتجه؟ إلى القضاء أو الشرطة أو الصحافة؟ أغلبية الأجوبة كان يعني يقولوا ما نروحوش للقضاء. لماذا؟ لأن الإنسان المواطن يخاف أن يصبح من بين مبلغ على الفساد يصبح هو طيب. هو الفاسد. وهذا ما حصل للسيد توسي في أراضي بكثر. إحنا في لما كوننا الجمعية من تكونت من أعضاء غالبهم طيب. يعني بلغوا على قضايا فساد فأصبحوا مطرودين من العمل. طيب ابقى معنا سيد مصطفى لو سمحت، لو تكرمت ابقى معنا إلى الانتخابات. إذن العرس كما وصفته السلطة العرس الذي انتهى ولكن لم يتفرق تعبير الشعب الجزائري المداحة، وفي نفس الوقت المتباكون على نتائج سعداء بما حصلوا عليه ويتباكون كذلك على نتائج هذه الانتخابات. الحزب تجدد وتمدد ولا يتبدل. أنا كنت دائما في تصريحاتي نقول بأن سوف نحافظ على مكانتنا الريادية وسوف نبقى القوة الأولى، وفعلا لأني أنا كمسؤول سياسي وكقائد لهذا الحزب أؤمن بالانتصار. علي أولا أن أؤمن بالانتصار لكي يؤمن قيادة معي وكل إطارات الحزب ومناضليه في القواعد. نحن سعداء جدا بهذا النجاح بهذا التوفيق، ونحن سنترك للأجيال التي تأتي بعدنا حركة موحدة، حركة منسجمة، حركة فاعلة. أنا منذ إعلان النتائج وأنا أتلقى في التهاني من مختلف الشخصيات في الجزائر ومن مختلف الشخصيات من خارج الوطن. اليوم نهنئ الشعب الجزائري أننا مشينا في البناء المؤسساتي وبنينا المؤسسات الثانية في الدولة الجزائرية اللي هي البرلمان إن لم تكن المؤسسة الأولى، وهذا راح يمكن الجزائر من أنها جانب أزمة سياسية كانت تورد لها
من الداخل ومن الخارج. احنا حزب نهار تأسسنا قلنا احنا ماناش بوق وماناش معارضة سلبية، احنا ماشيين للسلطة، احنا نعمل من اجل وصول السلطة. وبالتالي احنا الان بسم الله البارح بدينا، البارح عندنا النتائج، وبالتالي راح يكون فيها حوار مع كل الكتل اللي موجودة في قبة البرلمان. لقد نجحنا، إن المسار الدستوري الذي دعت إليه حركة البناء الوطني وتشاركت فيه مع العديد من الفاعلين وسعت لتجسيده قد مكن من استمرار الدولة وحافظ على مؤسساتها وحصن استقرارها وعزز شرعيتها وثبت أمنها واستقرارها، كما أنه عزز الوحدة الوطنية ورسخ تلاحم الشعب مع مؤسسات دولته، وأكد على أن ما أنتجه الحراك الأصيل الجيش أو جيش الشعب خوا لا زال مستمرا. عبد الله سايغي، كيف تقرأ هذا في نفس الوقت البكاء على النتائج والحديث عن التصوير، وفي نفس الوقت تعبير عن السعادة، خطاب مقري، خطاب بنغرينا مثلا، بينما يعني من يمدح وفي نفس الوقت يندب نتائج هذه الانتخابات؟ جمال، تصحيح بسيط وهو أنه اسمي جاب الله سايغي، جاب الله معذرة. نعم، ما كان الأخ المخ اللي كتبها عبد الله جاب الله سايغي. نعم، قلتك انه في الحقيقه يعني لما ترى مثل هؤلاء الناس، يعني صدقني لولا الحراك، انا اقول الحراك، لكان هؤلاء الناس يعبدون الكادر الى يومنا هذا. يعني هذه يعني ببساطه، يعني شعبي بسيط يقول لك لو كان مش الحراك الناس هذوما راه قاعده تعبد في الكادر، ربما راهم داروه من برونز او داروا تماثيل غير ذلك. لذلك هؤلاء الناس في الحقيقه اختاروا يعني هم جزائريون بالطبع، يعني واعلين فعلهم الجزائريه تاعهم، لكن اختاروا طريق اخر، طريق غير طريق الشعب. هم انحازوا الى نظام هم يعرفون يعني بدايه ان النظام مجرم، النظام يعني تجمع كل الناس سواء كان في الداخل او الخارج او المحللين سواء كان في السياسه او الاقتصاد او في غيرها، على ان النظام يعني ما عندوش مستقبل، يعني انه النظام مدي البلاد الى الهاويه، رغم ذلك ربما لتواطؤ يعني معلن او مخفي. هؤلاء الناس ساروا في مساره وتواطؤوا معه، ويعني أقاموا مسرحية سموها انتخابات وشاركوا فيها هذا كامل، باش يعني يحاولوا أنهم يخلقوا مؤسسات، يعني مؤسسات مش نقول لك يعني إيماجينار، يعني فهمت، باش يتحايلوا على الشعب ويوقفوا المسار. لكن صدقني أنه المسار الشعب لن يتوقف، يعني هذه حقيقة يعني تاريخية وحقيقة يعني أثبتتها الأيام وأثبتها التاريخ وأثبتها الواقع، على أنه ما كانش لا شيء يقف في طريق شعب قد ملك أمر زمامه بيده. اليوم الشعب الجزائري
يعني قد ملك زمام أمره بيده. ومش نتكلم ربما على جيلنا لأنه ربما راح الحال، لكن أنا أتكلم على الأجيال، الشباب، الشباب اللي مازال في عمره 20 سنة و 25 سنة. أنا لما أرى فتاة يعني طفلة صغيرة مثل بنت التونسي تقول هذا الكلام، هذه الفتاة يستحيل أن تحب هذا النظام، يستحيل. ولذلك هذا النظام لا مستقبل له، هذا النظام، هؤلاء الناس يعني من المفروض لو كان فيهم يعني شيء من الحياة لاستحوا. لماذا؟ لأنه أنا ما نقدرش نفرح وهناك من الجزائريين من يسجن لرأيه، وهناك من الجزائريين من يسجن لأنه كتب على الفيسبوك، أو هناك من الجزائريين من كتب على تويتر، أو مثلا في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك لو كان فيهم حياة يعني ما يتلقوش تهاني، بالعكس أنهم يتلقوا تعازي، أنهم يعزوا أنفسهم، أنهم يخجلوا على أنفسهم، لأن الوقت اليوم في هناك قمع الحريات، هناك مثلا دولة كاملة تسير إلى الحائط مباشرة من خلال أزمة اقتصادية على الأبواب، هناك يعني أزمة أمنية هي في محيط كامل، هذا المحيط يغلي من حولها، وهؤلاء الناس يقول لك احنا نتلقوا التهاني ونتلقوا كذا، ونراهم جميعا انهم هم الكتله او هم المجموعه التي كانت تساند بوتفليقه، وهي نفس المجموعه التي مثلا اليوم راهي بين قوسين يعني راح تساند تبون او تقول على ان نجحت في الانتخابات، في انتخابات يعني لا معنى لها، بحيث انه كما كنت اتكلم في المقدمه اكثر من 80% من الشعب الجزائري قطعها. يعني هؤلاء الناس جميعا، هؤلاء الاحزاب اللي سموهم احزاب جميعا لو تجمعوا معا فسيكون رصيدهم الشعبي 3.5 مليون من 24.5 مليون. يعني هناك 21 مليون جزائري راهو لا يعترف بهم. حتى ولو افترضنا أن هذا 21 مليون التي لم تنتخب ليست كلها مع الحراك، لكن على الأقل أن هناك النصف أو الثلثين الذين هم من الحراك. لذلك من المفروض هؤلاء الناس يعني أن يستحوا. وحتى هذا البرلمان وإن نال المشروعية لليغاليتي دونك لن فهو ليست له شرعية، اللي هي الليجيتيميتي، المفروض أنه هو يحكم بالشرعية. هذا النظام ليس شرعي، بالعكس هو أسوأ من الذي قبله. لذلك أزمة الجزائر وهذا النظام هو يسير طيب بالدولة وبالجزائر. طيب يبقى معنا سيد جاب الله سايغي، طبعا حتى بلغة الأرقام مثل ما كنت تشير يبقى معنا جدل كبير أثاره رئيس سلطة الانتخابات الذي لم يستطع حتى ذكر نسبة المشاركة، والذي كان زعم سماها معدل المشاركة، نسبة المشاركة التي بلغت 23% بلغة بأرقام السلطة، بحساب عدد الذين صوتوا بأوراق بيضاء ملغاة 1,200,000 تقريبا، نسبة تتجاوز أكثر من 80%، وليس فقط تقارب 80%. الشرفي لم يستطيع حتى ذكر هذه النسبة واستعان بصحفي. نسمع ونتابع. كان سي حاجي أعطاك النسبة، زميلك سي حاجي أعطاك النسبة كي طرح سؤال الأول تاعو قال لك هاو كان هاي النسبة اليوم. أو سي حاجي كي أعطيتنا النسبة قبيل أعطاها لنا أمام الملا وأنا نأيد واش قال سي حاجي. أو قالها سي حاجي ما سمعتوش 23 فاصل قولها سي حاجي نوض سي حاجي قولها الله يبارك فيك 23.03 فوالا سي بون سافو 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 كومبيان. وأنا صرحت بها هنا أمام التلفازة الوطنية، قلت هاو كذا وعطيت مام عطيتك مقاربة أخرى، قلت لكم كاينة لا مويان دو بارتيسيباسيون، قلت لكم كاين معدل المشاركة الوطنية اللي هو يساوي 30.23%. هذو يعني مفهومين يكملان بعضهم. كان هذا إذا شرفي في مقابل من حصل على مقعد في الأفلان، ابن القيادي في الأفلان بوغطايا زكريا بوغطايا، يرد على الذين طرحوا التساؤلات بالقافلة تمر
ونسمع كما يقول. يبدو أن هناك إشكال في الفيديو حتى يجهز حتى يجهزه الزملاء. انضم إلينا في النقاش البرلماني السابق، القيادي السابق، المحافظ السابق في جبهة التحرير الوطني سيد محمد بورزام عبر الهاتف من الجزائر. سيد محمد بورزام، قراءتك لهذه النتائج؟ كثيرون في الداخل والخارج، صفعة شعبية، مقاطعة قياسية. نعم، السلام عليكم الأستاذ جمال. كم السلام ورحمة الله. تحياتي ليك وإلى الزملاء نتاعك وإلى الضيوف الكرام اللي راك اليوم استضفت، قمت باستضافتهم لنقاش في هذا الموضوع. وأنا أقدر عاليا كل الآراء التي تطرح، وكل واحد ينطلق من المنطلقات اللي عنده، من القناعة اللي عنده، ومن موقعه في المجتمع ولا في الموقع السياسي. كل واحد حر. وشيخ، أنا كنت أستمع أعتقد حسب الصوت إلى الأستاذ رزاقي أعتقده لكي يتكلم ولا لا. نعم، ألو سيد محمد بورزام. ألو، نسمعك، تفضل استرسل، نسمعك بشكل جيد. سألت سيادتك، قلت لك هل الأستاذ رزاقي هو اللي كان يتكلم ولا سمعته؟ لا، أستاذ عبد العالي رزاقي اعتقل اليوم بالمناسبة. دكتور عبد العالي رزاقي، لم تكن تعرف اليوم تم اعتقال رزاقي، بينما ابن بوغطايا الذي لم يكن له أي نضال، كما طبعا في مقابل والده يزعم أنه له نضال، كان بطال، أصبح عضوا في البرلمان. بينما الدكتور عبد العالي رزاقي الذي تعرفه جيدا ابن الشهيد اعتقل اليوم في سيدي فرج. لا أعلم، لا لا أعلم، ما أعلم. المهم أستاذ جمال، تخليني نقول رأيي في هذه الانتخابات أولا، وبعدين ممكن نعرج على هذه القوائم وبعض الأشخاص مناضلين ولا غير مناضلين، يستاهلون ولا ما يستاهلوش، يستحقوا ولا لا. أوكي، نعم. ألو، نسمعك سيد. نعم. بورزام. نعم، أنا أرى من موقع النضال ومن تجربتي النضالية ومن التيار الوطني الذي أنتمي إليه، أن هذه الانتخابات التشريعية على علاتها، على علاتها كما تقولون، وهي انخفاض نسبة المشاركة وقوة المقاطعة والعزوف، فإنني أنا شخصيا كبرزان محمد منظم في حزب التحرير الوطني سنين طويلة إلى غاية 29 أوت 2013، عندما تمردنا على بوتفليقة بقراره بالإتيان بسعداني وفرضه علينا، ونحن الذين قمنا برفع قضية العدالة وربحنا العدالة إداريا حتى هذا تكون، وأكلت العدالة تاع بوتفليقة نفسه المحكمة الإدارية في الجزائر بأننا على حق، ورفضت الدورة تاع اللجنة المركزية التي أتى بها سعداني بأمر من بوتفليقة سعيد وفرضها في الأوراسي، وفرض عين سعداني وبعنوة إلى جانب ملوح، طبعا حطوا الباب للقاعة ودخلوهم وفيش انتخابات وفرضوه. فإحنا 111 عضو في اللجنة المركزية انتفضنا وتمردنا للقرار السياسي لبوتفليقة سعيد الرئيس الفعلي وبوتفليقة عبد العزيز الرئيس القانوني. طيب، وسحبنا نفوسنا نهائيا من اللجنة المركزية، وجاء المؤتمر العاشر 2015 ولم نشارك، وبقينا بعاد لأننا تمردنا ورفضنا وتم بينا احنا الحراك. هذه النقطة محطة رقم واحد. محطة رقم اثنين، أن الحراك المبارك الذي قام في الجزائر منذ 22 فبراير والمطالب نتاعو، احنا معاه 100% في المطالب الوطنية اللي تحافظ على الوحدة الوطنية وعلى الانسجام الوطني وتحقق الديمقراطية وتحقق الشفافية وتحقق التنمية والانسجام إلى آخره، وتمنع التدخل الأجنبي إلى آخره إلى آخره في هذا الإطار. أما الحراك الذي يقصد إلى أهداف أخرى تمس بالوطن وباستقلالية والسيادة الوطنية وب الديمقراطية ومبادئها وتمس بأشياء أخرى، نحن نرفض هذه المطالب، ليست طيب. لنا، نحن مطالبنا ضد الفساد، ضد هذا المسؤولين اللي كانوا يسيروا في بلاد الدوحة للواد، وإحنا قلت لك وقتاش انتفضنا إلى آخره. لما نجي الانتخابات الأخيرة
هذه الانتخابات على علاتها، على علاتها انا اعتبرها احسن من الفراغ. طيب. انا اعتبر ان الانتخابات اللي وقعت ب 23.3% او 30 وغيرها هذا احسن من الفراغ، وعندنا برلمان باش ما يكونش فراغ، لان لما يكون فراغ ما فيش برلمان، لما يكون رئيس مش منتخب مش موجود معناتها حرب اهليه، وانا ارفض هذا المآل لشعبنا الجزائري. ونذكرك سي جمال اسمح لي ان هناك رئيس امريكي طلع ب 30% من الناخبين وانت تعرفه. تفضل. طيب ولكن انت تشير الى الحراك، الحراك كان شعاره لا فلان ديجاج، لان فلان طرد من الباب عاد عبر النافذة الآن في انتخابات قطعها، تكون تقول قطع لم يصوت فيها إلى 3 ملايين ونص من هيئة ناخبة فيها 24 مليون جزائر. نعم أستاذ جمال المحترم، دعني أجيبك في هذا الأمر. لما نقول أفلان ديجاج هذا سمعناه في الحراك، نعم كان ناتج عن تصرفات بعض الأشخاص الأفلان، بعض المسؤولين السراقين في الافلان بالفساد واللي راهم يقبعون في السجون، وليس هذا افلان ديغاز ضد مهري عبد الحميد الله رحمه الله ولا امثاله اللي ما زالوا لليوم انضاف الافلان، انضاف الافلان وقدموا كل حياتهم لصالح البلاد. لا تستطيع اطلاقا ان تقول لمهري عبد الحميد. طيب ولكن عبد الحميد مهري كان يقول عبد المهري مهري تعرض للانقلاب بالعكس من اختطفوا الافلان كما يقول انصاره الذين كانوا مع، تتحدث عن سعداني باعجي لم يكن مع سعداني، وانت تتحدث عن السراقين الامين العام الحالي للافلان. انا كنت مع سعداني. لا باعجي الامين العام الحالي للافلان تكون تقول انكم تمردتوا ضد سعداني السراق. انا كنت مع باعجي. لا انا اسالك عن الافلان الحالي الذي فاز، الذي يقول انه فاز في هذه الانتخابات. لا قاطعتني، انا راني جاي ما خليتنيش نكمل، دعني اجيب واكمل لك العناصر التي اؤمن بها وتكون موقفي سيدي الكريم. تفضل. اقول لك ان جبهه التحرير الوطني بهؤلاء الفاسدين اللي يقبعون في السجود وامثال شعداني ولا ولد عباس ولا الجميعي ولا بعزي ولا غير ما الناس كاع اللي هما قال لهم الحراك برا بالتصرفات نتاعهم وديجاج، وليس الحراك قال للناس اللي انضاف اللي كانوا في الافلان وموجودين اليوم وغدوه واللي هما كانوا انضاف نتاع المهري وطالب الابراهيمي وكذا وكذا وكذا، كاين كثيرين اللي هما انضاف وبقاو انضاف وعاشوا انضاف وكذا انضاف، ما يقول لهمش الحراك ابدا ديجاج. ورغم كل ذلك فان الشعب اليوم ولو حتى 23% اجاب هؤلاء اللي قالوا ديجاج وقال لا مازال فيه بسيط ما فيه مجموعه نظيفه مازال كذا، وحنا نجاوبكم بان نعطيلو الاغلب نعطيلو 105 من النواب حاليا في هذا الانتخابات هذه وفي هذه المرحله هذه. وعلاش بدا الانتخاب 105؟ في تقديري الشخصي بدا الانتخاب 105، انا شخصيا تفاجات وكنت نقول ممكن لا فلان المره هذه ما يدي والو، ولكن لماذا اخذ الافلان ولا غيره من الاحزاب اللي كانت في الموالات كما تسمى وتموقعت من جديد؟ هو بسبب القطيعة. لو أن الناس اللي في الحراك راحوا كلهم صوتوا كان ما يدي لا الأفلان ولا لرندي ولا هادو الناس قاع اللي خرجوا إسلاميين اللي هما ابن قرينة ولا حمص ما يديوش الأصوات. طيب خليك معنا سيد بورزام لو سمحت، نسمع الآن فيديو ما يقوله ابن بوغطاي الذي حصل على مقعد في البرلمان. والله نحن لن نرد على الحملات لأننا أكبر وأعلى من هذا، يجب أن نرفع المستوى أخي كريم. نحن هنا كلنا نملك حياة شخصية، on a tous un jardin noir quelque part. C'est juste que لازم على الناس هذوما يعرفوا باللي يفرقوا بين الحياة الشخصية والحياة السياسية والحياة المهنية. نحن لا نرد، القافلة تسير والكلاب تعود. والله نحن جد مسرورون وفخورون بهذا الفوز والاستحقاق. والله مصطفى عطوي ما رأيك بما سمعت من حمد بورزام؟ وكنت تسمع أحد نواب الأفلان زكريا بوغطاي. لأول مرة نتقلق، صدقني تقلقت من تدخل الأخ ونحن نحترم رأو. دعني لم أعطي واحد الأرقام فيما يخص الفساد أخويا جمال، لازم نمدها باش الناس تعرف. جريدة في جريدة الوطن بعشرة جويلية، وكيل جمهورية للقطب الجزائي بمحكمة عبد الرمضان
أعطى حصيلة نشاط لتسعة أشهر، وقال أنه فيه 83 ملف، درس في 83 ملف كان فيه متورطين 2039. المهم تم وضع 151 شخص تحت الرقابة القضائية، وأعتقد 57 شخص الإيداع، منهم أربعة نساء، وهذا ما يمثل 7.61% من مجموع المتهمين. وقال أيضا هذا يدل أن القضاء الحبس المؤقت إجراء استثنائي. نوجه سؤال إلى سيد وكيل الجمهورية، إذا كان وأنا أثمن ذلك وكل متهم بريء إلى غاية إدانته، ولكن أقول له إذا كان هذا الإجراء يعني إجراء استثنائي كما تقولون، فلما الحركيين، كل حركي يقف، وأغلبة الحركيين اللي يقفوا أمام وكيل الجمهورية يتم الزج بهم في الحبس، ويتم إيداعهم، ويتم يعني أخذ قرار بالحبس المؤقت في ضدهم. وهذا لهنا أين المساواة بين المتقاضين؟ كيف لمجموعة يعني أصبح نهب المال العام أخطر من يعني حرية الرأي، وأخطر من مش أخطر يعني حرية التعبير والمسيرة السلمية، المشاركة في المسيرة السلمية، ولا يعني أخطر من نهب المال العام. ونقول ولذا ما دام القضاء غير مستقل فكل هذه الأحكام جائرة، وبالتالي يعني نتضامن مع أننا غير نتضامن. ونسمح لي شو قلقني الأخ اللي كان يتكلم عن الأفلان، وصار له كما نقول له أنا كأنه كل الذي كذب كذبة وسيصدقها. شيء آخر، حتى في أمريكا، هو استدلب بأمريكا، في أمريكا أخي جمال يمنع في بعض المراصد لأشخاص عنهم يعني سوابق أخلاقية أن يترشحوا، حتى ما يكونوش يعني ما يبتزوهمش للأخر إذا كان منصب هام. واليوم وليد ابن بوكطايا يشتم الشعب. لو كنا في قضاء وفي دولة، للمواطن عنده يعني عنده على الأقل الاحترام، لكان نائب العام حرك الدعوة القضائية ضد ابن بوكطايا، ونسى ابن بوكطايا أنه أي رجل سياسي حياته الشخصية ليس ملك له، هذا السياسة، من يكون له حياة شخصية خاصة ما يمارس السياسة، هو أصبح رجل عمومي، وبالتالي من غدوة ابن بوكطايا في البرلمان، تصور من عنده أخلاق وحياة خاصة غير أخلاقية يمثل الشعب الجزائري ويشتم الشعب الجزائري. للأسف يعني وصلنا وين الرداء. واليوم أنا كذلك أحترم مهدي وأترحم عليه وعلى ما قاله السيد المرحوم مهدي، نحن في عصر الرداء واللي رداء رجالته. اليوم الرداء هي اللي تحكم في الجزائر، واليوم يصبح أنشومر ويكون والأخطر من ذلك أنه الفاسد المال العام حل محل المال الفاسد، لما بالمال العام يعني الحملات الآن مول الحملات الانتخابية للشباب، فهذا هاي وش منه يعني أنت تعتقد أنه ابن بوكطايا حصل على 30 مليون هو كذلك من التي خصصت لأقل من 40 سنة للأحرار؟ نقول الأحرار، وليد بوكطايا شتم الشعب الجزائري وكل الشعب، ونتمنى أنه بعض المحامين يرفعوا دعوة قضائية. أنا مستعد أن أرفع دعوة قضائية لأنه طيب. يعني كأنه شتمني أيضا. طيب مع أنه طبعا قصة الأموال مثل ما أشرت مخصصة فقط للأحرار. خليك معنا، ربما أعود إلى قبل إذا سمحت. تفضل. يجب تعريف ما معنى الديمقراطية. الأخ يتكلم عن الديمقراطية. الديمقراطية هي مدى احترام الجهاز التنفيذي للمعارضة. هل الجهاز التنفيذي المهيمن على كل الحياة السياسية يحترم المعارضة؟ هل للمعارضة مكان في الجزائر؟ أخطر ما هو أخطر على البلاد هو السلطة نفسها. طيب خليك معنا مصطفى عطوي لو سمحت. كموالاة ومعارضة التي لا تحمل من اسم من المعارضة إلا الاسم. طيب ما رأيك أعود إليك سيد محمد بورساب قبل أن أعود لسيد جاب الله
سايغي، كنت تستمع ابن بوقطة يقول قافلة تمر والكلاب هو يقال تعوي، ربما لا يفرق بين الذئب والكلب. ما رأيك هذا خطاب نائب برلماني الآن أصبح في الأفلان؟ طبعا كان حكم عليه ب 18 شهر حبس موقوف النفاذ، حديث أنه حتى اعتدى ضرب حتى دركيا. هذه هي الأفلان التي تتحدث عنها، وهذه الديمقراطية التي جاءت بالأفلان كما كنت تقول سيد بورزاب. نعم أعطيتني الكلمة أستاذ جمال. نعم الكلمة لك. نعم صح. قبل ما نمشي نجاوب على ولد بوقطايا، نجاوب هذا السيد مصطفى اللي كنت تقول له سيد مصطفى واللي هضر وجاوب وقال علي كلمة بأني أنا يدرت كذبة وأمنت بها. هذا السيد هذا ماهوش محترم، ما يحترمش نفسه. علاش انا لما قلت لك احد الرؤساء الامريكيين خذوا ب 30% ما كنتش نتكلم على الاخلاق. قلت لك جمال محترم، انت تعرف باللي حتى في النظام الامريكي اكبر ديمقراطيه العالم، انت تعرف رئيس كان فات ب 30% من الاصوات نتاع على الناخبين وليس 70 أو 80%. ولما أتحدث على هذا هو يقول لك هذا الشيء دار كذبة ويأمن بها، عيب عليه، عيب عليه هذا الكلام هذا. طيب. أنا ما قصدت ما قلتش الأخلاق، أمريكا داروا رئيس غير أخلاق، أنا أتكلم على النسبة تاع الانتخابات اللي فات فيها كرئيس أمريكا دولة فيدرالية عظمى في العالم، وهي كما أقول لك أم الديمقراطيات الحديثة في العصر الحديث. طيب هذا نقاش في بالعودة للتاريخ فيه الكثير من النماذج. نحن نتحدث الآن عن احكي لي على الأفلان والبوقطايا وهذه الديمقراطية التي كنت تتحدث عنها. في جمال مكننا عطينا الوقت نحكيوك على الأفلان. أنا الأفلان الآن لما قلت لك من 2013 جبت روحي مانيش لا عضو لجنة مركزية ولا رحت للحزب ولا اجتمعت معهم تماما، لأن الممارسات اللي جات من وقت سعداني إلى ولد عباس الى جميعي الى حتى الامين العام الحالي، انا مش ما مشيتش معهم ومانيش في اللجنه المركزيه ومانيش مناصرهم، وبالتالي الافلان عنده الان اكثر من 3 من اللي كان بول الخادم، وهو لما يوضعوا القائمة يحطوا القوائم حسب امزجتهم ومصالحهم الخاصه. الافلان القانون الاساسي نتاعو باش يترشح للنيابه عنده 10 سنوات مناضل، باش يترشح للجنه المركزيه في المؤتمر 10 سنوات مناضل، وجابوا لنا ناس في المؤتمرات اللي فاتوا 500 و600 في اللجنه المركزيه مش مناضلين، وجابوا لنا ناس في البرلمانات مش مناضلين. فانا كذا تسالني على، انا نقول لك بلي 2013 اليوم مانيش موافق، ولكن انت كنت سعيد بفوز الافلان وبهذه الانتخابات. كيفاش؟ نعم انت كنت تبدو من كلامك سعيد ب ومتفاجئ بهذا الافلان ما حققه وبهذه الانتخابات. نعم. ولا تهمك حتى لو قطعها اكثر من 80% من الجزائريين. اجيبك سيدي لكن نتناقشوا بالفكر وبالاقناع وبالحجج وليس بالعنف. اجيبك، قلت انا مع هذه النتائج على علاتها. من بين العلات ان فيه ناس في بعض القوائم ليس فقط في الافلان ولكن في كثير من القوائم تاع الاحزاب او تحت الحرار، ممكن ناس ماهمش في المستوى، ممكن ناس من هذا القبيل اللي يشتم المجتمع. انا من نهار اللي جاء عمار بن يونس وشتم والا اللي كذا كلهم قال دير له دعوه في القضاء، دير له دعوه في القضاء لما يشتم الشعب الجزائري مثل ما تفضل اللي قبل. انا متفق معه، انا لست هنا نقبل ونتمن ونزكي باش واحد يخرج على الادبيات والاخلاقيات يكون ديبوتي ولا وزير ولا غيره ويسب المجتمع ولا الشعب الجزائري اللي هو في يد السياده واللي له كل التقدير والاحترام. اذا الناس اللي خرجوا في الافلان وجدوا اليوم موجودين ما همش كلهم مثل بوقطايا، راك غلط انت والضيف تاعك. طيب خليك، لا كاين ناس ما شاء الله. خليك معنا سي محمد بورجام لو سمحت. جاب الله صايغي، ما رايك؟ طبعا انا احترم السيد محمد برزام واحترم الناس اللي في الافلان، الناس المخلصين، الناس الوطنيين اللي مازالوا يحملوا الجزائر في قلوبهم، هذه ما فيها شك. وما اعتقدش انه الافلان كل، انا لما اتكلم على الافلان وننتقد الافلان كجهاز كبؤرة من بؤر الفساد اللي اصبح اليوم من امثال محمد السيد محمد برزام يخرجوا منه، يعني أبناء ولا الناس اللي مثلا اللي داروا انقلاب العلمي على مهري الله يرحمه وغيره، هم الناس اللي خمجوا لفلان
أنا موضوعي مش لفلان، لكن أنا فقط عندي ملاحظات على بعض الكلام الذي قاله الأخ والأستاذ محمد برزام. أولا قال أنه أنا مع الحراك الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية. أعتقد أنه الحراك من البداية من 22 فبراير إلى يومنا هذا ما كانش ناس في الحراك دعت إلى غير الوحدة الوطنية أو إلى التقسيم أو غير ذلك أبدا في علمي، وأنا ناس من الحراك يعني. لذلك أنا نشوف أنه اللي الآن اللي يدعو أو الذي يدفع دفعا إلى تقسيم البلاد أو إلى مثلا إثارة الفوضى هو النظام نفسه، وهؤلاء الناس اللي الآن أصبحنا نشوفهم يعني في كل يوم نقرأ سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو في تصريحاتهم أو نشوفهم في التلفزيون يصرحوا بتصريحات غريبة جدا، والنظام يعني والقضاء لا يتحرك. أنا قرينا منذ أيام للسيناتور أو البرلماني عبد الوهاب بن زعيم وهو يتهجم واحد تهجم فظيع على منطقة القبائل مثلا، سمعنا بن قرينا وهو يتهجم على منطقة القبائل نفس الشيء، نسمع الآن في تصريحات يعني غريبة جدا. لماذا النظام يسكت ويخلي أمثال هؤلاء الناس والقضاء لا يتحرك تجاه هؤلاء الناس؟ هؤلاء من يدعون إلى التقسيم، هؤلاء من يدفعون الجزائريين إلى دفعا إلى التمرد وغيرها، هؤلاء هم الذين يدعون إلى العنف، لأنه بهذه التصريحات هذا العنف اللفظي كما قال مهري الله يرحمه يقول العنف اللفظي هو الذي يؤدي إلى العنف المادي الذي ربما قد عشناه. لذلك أنا نظن باللي من يدعو إلى أو من يريد تقسيم البلاد هو النظام وليس الحراك. هذه نقطة اتفقوا فيها، وأنا مستعد ناقش مع الأستاذ محمد برزان بكل احترام يعني، وكما يقول هو بنقاش فكري. ثانيا يقول أن هذه الانتخابات على علاتها فهي خير من الفراغ، يعني عن أي فراغ تتكلم؟ أي فراغ؟ إذا كان النظام فقط هو الذي يدعو إلى الفراغ نعم، لكن أن يقرر الفاعلون والحكام الفعليين في الجزائر أنهم يدعو الناس إلى مؤتمر كما رم يدعو له مثلا لما يحبوا يديروا أي شيء، يفتحوا القاعات ويفتحوا مثلا ويديروا مؤتمرات وغيرها، يدعو إلى نقاش وطني، نقاش وطني يتفق فيه الجزائريون، والجزائريون هم قادرين ولهم من الكفاءات ولهم من المعرفة ولهم من الوعي ولهم من اللونجاجمون إلى ديترميناسيون، معناها يعني أنهم يناقشوا أوضاع بلادهم ونخرج بحل يرضي الجميع ويحفظ الجزائر من الفراغ ويحفظ الجزائر ويحفظ للجزائر وحدتها. أما أن النظام تكون عنده أجندة عنفية، أجندة أمنية يعالج بها الأمور كيفما يحلو له، ثم يتعلل بعد ذلك بأنه الفراغ الدستوري وغيرها الفراغ. طيب حتى قصة الفراغ تكون قال أنه غير معني بنسبة المشاركة يعني، ولا وفي المقابل يقول على الأغلبية على الأقلية أن تحترم رأي الأغلبية. ألم تقول الأغلبية كلمتها بنسبة مشاركة 23% رسميا بحساب الأوراق الملغات؟ أقل يعني أكثر من 80% من الجزائريين قاطعوا هذه الانتخابات، أليس هؤلاء هم الأغلبية؟ نعم، هذا هو العنف اللفظي الذي كنت أتحدث عنه، يعني لما رئيس الجمهورية يتكلم ويتناقض مع نفسه في أنه يعني يقول أنه ما تمنيش الأغلبية وكأنه ما لبيش وش كاين في راسه وين يحكم في قرية في الموزمبيق أو في ما نعرف وين. لذلك هذا العنف وهذا الاستفزاز هو الذي يدعو إلى العنف، وهو الذي يدعو إلى تقسيم البلاد، وهو طيب. الذي يدعو إلى الفراغ الدستوري. طيب خليني أعود للسيد برزام، أليس هذا هو الاستفزاز سيد برزام؟ يعني أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية، وهذا ما يهدد بالعكس الوحدة الوطنية. بالمناسبة للتاريخ، أنت كنت محافظ الأفلان في تيزي وزو، وكنت كنت تتهم بأنك من منعت محاضرة مولود معمري حينها، مما فجر الربيع العربي في الربيع الأمازيغي بالأعرى في الثمانينات. الآن الجدل يعود حول قصة من يريد فعلا تقسيم البلاد، ليس من يريد فرض الحكم الأقلية أقل من 30% من الجزائريين الذين على فرض أنه ذهبوا للتصويت
يفرضون رأيهم على 70% قطعوها؟ نعم. لازم أستاذ جمال تتركني نجاوبك مادام نسيت نقطة مهمة ورحت للثمانينات وأنا محافظ، وأنت عندك في مخك أنت بالذات كصحافي ومعروف، أنت الآن عندك في مخك غلطة كبيرة وكذبة كبيرة وانحراف خطير جدا أقوله لك. فضل. أن السيد برزان محمد في تيزي وزو في سنة 80 لم يلغي المحاضرة ولا يستطيع أن يلغي المحاضرة ولو أراد، ومن يقول كل هذا هو افتراء وكذب فكيف لأمين محافظة يعطي تعليمات للوالي وللوزير وللأمن ولحتى الرئاسة باش تلغى المحاضرة؟ المحاضرة تلغيها لا المحافظ ولا الوالي ولا السلطات المحلية على الإطلاق، إنما الناس اللي مغردين واستعملوها سياسيين باش يضربوا الأفلان قالوا نضربوا الصغير الرمز هذا باش يقولوا أو الفوق لما أعطوا تعليمات هكذا نضربوا الأفلان، علاش ما يضربوش طول الشاذلي؟ قال أنت قلت ما تكونش وهادو منفذين نتاعك، احنا عمرنا ما منعنا المحاضر، ونزيد نقول لك اكثر من هذا باش تزيد التاريخ وباش تصح التاريخ من مخك انت وغيرك وحتى كل القناه نتاعك. لما جاء المعمري باش يدير محاضره من الذي استقبله بلعب الخده؟ هل برزام ولا الوالي؟ لما ذهب للولايه وهضر مع الوالي ومن بعد الجامعه هل برزام ولا الوالي؟ هل المحافظ ولا الوالي؟ يا راجل اتق الله. طيب يعني هذه طبعا هذا ما قيل للتاريخ، وانت تعرف هذه القصه ليس كذلك؟ ما قيل، انا جاوبت في الصحافه وتكلمت في الصحافه ومنشوره في الصحافه، هذا كذب وهذا هذه هي تعتبر تفسير سياسي لبعض الناس، بينما اللي عاشوا معي متزوجوا وكانوا عايشين وعارفين المعارك عارفين هكاع المرحله واش صار فيها. يعني من اعطى الامر الى انا ذاك التوضيح تاريخ انت مهم توضح للذين لم يعرفوا التاريخ، يعني أنت تقول من قام بمنع محاضرة مولود معمري آنذاك هو الوالي. اسمعني اسمعني نقول لك حاجة باش نطحوا التاريخ، نطحوا للتاريخ. تفضل. أفلان حتى الوقت هذاك أنا نسميه لا ليبي دو بوفوار، سمعت عبارة عن نشافة يمسحوا به، فكيف الأفلان في تيزي وزو أمتي محافظ يمنع محاضرة لمعمري وتقبل له الشرطه والامن والدرك والكريمينيتير والوالي والوزير وكذا والرئيس؟ عيب وعار هذا الكلام. هذا اللي يتكلم ما يعرفش الدوله، ما يعرفش التنظيم تاع الدوله، ما يعرفش كيفاش تدير الدوله، ما يعرفش مكانه الحزب المكان اداه في يد السلطه. لا بروباغاندا باش يديروا غير به كذا وكذا ويديروا به كما يقولوا لي بومبيي يديروا به بواق، اما السلطه في يد الرئاسه وفي يد الامن وفي يد السلطه وفي يد الجيش. طيب هذا توضيح، هذا توضيح تاريخي مهم منك سي محمد. انا شفت بالمناسبه يرحم الوالدين، شفت اخيرا دار في فيديو واحد انسان احمق يتكلم، هذا هشام عبود يقول برزام رفض المحاضره ويقول مازال يدور ومدى العيش، يعني مدى به عم وعدم، وانا ما درت والو درت غير الخير. عمرنا ما قدرنا احنا نلغيو المحاضره، يستحيل، لان كل القضايا نوضحها لك الامنيه في الولايات لما كنا محافظين سياسيين ونمارسوا يقولوا لنا كل القضايا الامنيه في الولايات لما تنشب السلطه العليا هي تفصل فيها، ماشي السلطات المحليه ولا المسؤولين المحليين. طيب الان هذا التوضيح ووضحته سيد محمد، الان ماذا عن الافلان الان؟ اسمح لي نكمل لك هذه، يا ربي عايشك، وخاصه المنطقه هذه حساسه ومنطقه حساسه جدا ومعروفه منذ التاريخ ما قبل شده الثوره الى اليوم، والناس تعرف جيدا ان اي مشكل يوقع تم يوصل القياده العليا في البلاد وهي اللي تفصل فيه وليس السلطات المحليه الصغيرين دي ترابونتان، ما كانش منها. بصح بعد من يتشد قوي يحلوا في فمهم، السنان مشحوف في شخص بسيط وضعيف واللي الفوق ما يهضرش، ما عندهمش الشجاعه السياسيه باش يقولوا اللي جا القرار من السلطه، وكله كانوا على بالهم، الوزراء كلهم حتى ابو وزارة على باله، مهري الله يرحمه على باله كان في الاعلام، الداخليه على بالها، مرباح الله كلهم على بالهم باللي القرار جا من الفوق، ولكن حبوا يمشحوا فينا احنا. هذه نخلوا هذا شعكيتك التوضيح هذا. نرجعوا برك واش قلت لي الان، قضيه الأغلبية السحقة ما بوطاتش وهذو غير شرعيين. أخي الكريم، أخي الكريم المحترم، يعني لما قلت لك أنا ما نروحوش الفراغ، لما ما يكونش برلمان وما يكونش رئيس ما هو الحل اللي يكون؟ أنا نطرح سؤال وخليك أنت ولا الضيف تاعك يجاوب عليه. الضيف تاعك المحترم هذا يقول هضر مع سي مصطفى ما على باليش واش اسمه، يقول برزام قال الأهداف الوحدة، قلت لك الحراك من البداية يدافع عن الوحدة الوطنية أنا معاه، ودافع عن السلمية أنا معاه، دافع الديمقراطية أنا معاه، دافع ضد الفساد ومحاربة الفساد أنا معاه، قال باش نديروا جزائر جديدة أنا معاه،
قلت لك هكذا، ما قلت لكش انا باللي هو يدافع على انا ندافع وحدي على الوحده الوطنيه وخارج خارج نو. قلت لك بينما البعض في جهات اخرى اللي شفنا بعض التصرفات وبعد كذا اللي خرجت على على الطريق الصحيح لمصلحه البلاد ما نقدرش نكون معه. اما بالنسبه للانتخابات نتاع 2023 وغيرها، انا الفراغ اللي اقتطع به لما يكون فراغ برلماني، ما كانش البرلمان وما كانش الرئيس، ما كانش كيفاش نحلوا المشكل لبلادنا، ما عندنا المتاهه ندخلوا فيها. طيب. الحرب الاهليه هذه انت قلت كمل الفكره هذه ربي يعيشك، الفكره هذه هي الجواب تاعك. تفضل. الفكره هذه اللي نقول لك عليها، هل السلطه في البلاد منعت الناس من الذهاب الى التصويت؟ لماذا لا يكون الناس يذهبون جميعا للتصويت باش يغيروا النظام؟ يتغير عن طريق ديمقراطيه، تقول لك روح بالصناديق هذه 80% اللي ما فوطاوش 20 مليون لو فوطاو كاع وحق ربي نقول لك غير تكون نتائج عكسيه تماما الموشده اللي نشوفوا فيه. ولكن هؤلاء سيد محمد هم يقولون حراك الانتخابات مع العصابات، وانه نفس النظام بنفس الاليات وبشرفي وبخطابه، فهم يريدون تغييرا ليس بهذه الاليات. لا احد ضد الانتخابات ولكن ليس مع العصابات كما يقولوا. من الذي يضع الاليات اليوم في هذا الفضل اللي انا عايش فيها بلا مؤسسات وبلا اليات قانونيه؟ الاليات اللي دارت بالاخير روحنا لما انا روحنا فوطينا وصوتنا، الانتخابات فاتت بطريقه نزيهه جدا. هناك بعض الاخطاء توقع واخطاء يعني امور معزوله في بعض الصناديق وكذا في توقع في كل دول العالم، ولكن الاغلبيه الساحقه من العمليه الانتخابيه برمتها وفي كل مساوياتها وجهات الوطن كانت المره هذه نزيهه خير من الانتخابات السابقه اللي كانت الاداره تزور. طيب خليك معنا سي محمد مصطفى عطوي، ما رايك لو راح المشكله في المقاطعه، لو راح هؤلاء الذين قاطعوا لربما كانت النتيجه مغايره، يقول سيد محمد برجه. قبل ما نجاوبك اخي جمال، اولا الاخ عنده وقت كثير قبل ما خليتنيش نكمل، وبالتالي ونرجع هو لما نقارن دوله كمثل امريكا والاخرى لازم نقارن كلش. دوله وين امريكا وين الحريات الفرديه والجماعيه، او امريكا دوله المؤسسات. ما لازمش يعني بالامس كنت مع في جماعه يقارنوا بين نظامين، اون با كومباري لا كومبارا، هذه اولا. ثانيا لا يمكن ان ننهي على المنكر وناتي بمثله. السيد عنده الحق لما قلت انا الكذبه وانا اعتذر منه، ولكن ما لازمش يتمكت كذلك بالكذب ويتكلم يعني كلام غير لائق. وعلى هذا لما نتكلم عن الديمقراطيه يعرف لي واش معناتها الديمقراطيه قبل. هل لنا حقيقه يؤمن هو يؤمن باللي عندنا انتخابات نزيهه وشفافه؟ إذا كان المعارض في الدول الديمقراطية في أحزاب موالاته معارض، حتى المقاطعين الناس اللي تقاطع الانتخابات لها الحق في يعني في حملة انتخابية. نتكلم على انتخابات، هل لنا قبل أحزاب، هل رأيت رأى الأخ ضيفك الكريم يعني حملة انتخابية بالمعنى الصحيح للكلمة؟ هل هذه الأحزاب عندها يعني برامج سياسية؟ لما نتكلم عن الديمقراطية، هل هذا الجهاز التشريعي الأحزاب ما تعرفش معناتها حتى المهام تاعها وصلاحيات الجهاز التشريعي؟ هل هذا الجهاز عنده صلاحيات؟ هل الجهاز الأخرى عندها صلاحيات بما يسمى زورا وبهتانا سلطة تشريعية؟ وريلي مرة واحدة فقط السلطة التشريعية قامت بالتشريع وصح أصدرت قوانين. القانون الوحيد اللي كان مثل أصدرته هي قانون يعني تاع الرواتب والمنح، وبالتالي فاقد الشيء اللي يعطيه. إذا كان ما عنديش الحق في الكلام في الحرية في حرية التعبير، ما كاش وسائل إعلام حرة، كيف نتكلم عن الديمقراطية؟ هل توجد ديمقراطية بدون يعني وسائل إعلام حرة؟ هل توجد ديمقراطية بدون حرية التعبير؟ كذلك لو كنا في ديمقراطية حقيقة لاستقال كل من نادى إلى الانتخابات، واستقال الأحزاب اللي يعني انهزمت في هذه الانتخابات، واستقال كل من نادى وساند الانتخابات. ولكن للأسف الشديد ما عندناش ثقافة الاستقالة
وتقاليد الاستقالة كما قالها قاسم رباح في الانتخابات التشريعية لما كان وزير. ومن هذاك الوقت ما عندناش ثقافة ولا وتقاليد الاستقالة، وبالتالي ما لازمش نقول عندنا ديمقراطية وإحنا ما عندناش ديمقراطية. عندنا جهاز تنفيذي أراد باش تكون عنده شرعية، الرئيس لم يكن يظن عنده شرعية فأراد تقليد ماكرون ودار نفس الخطة اللي دارها ماكرون. ماكرون نجح وأزاح كل تيار اليساري كل ريبوبليكا. ما أراد به القيام به تبون في الجزائر للأسف فشل. ونقول له ما معنى الفشل؟ لما لا نستطيع تحقيق الأهداف التي يعني نصب إليها فهذا هو الفشل. وأنا أقول أن السيد تبون فشل في المسعى تاعه لأنه كان لديه رغبة باش يكون عنده أغلبية برلمانية من الأحرار. وسيد ولكن لم يسارع هؤلاء تبون، لا إشكال له الآن. سارع الأفلان، سأل أرندي، حزب العيد، حتى مقري يشكره بالعكس ويشيد به، بنقرينا كذلك لا إشكال له، يدعو إلى حكومة توافقية ضمنيا. تبون في أريحية، يعني هو من يقرر هو في أريحية، ولكن فشاء في المسعى اللي كان يصبو إليه. أنا قلت فشاء في الهدف اللي وضعه السيد تبون وضع أنه، وكان حتى رئيس ما يسمى باللجنة المستقلة للانتخابات كان يعني يمدح في الأحرار وأنه وأصبح كأنه إنجاز، وأصبح ونسى أنه الأحرار هذو يعني مملين بالمال العام وكأنه مال الفاسد هذا. لأنه بالمناسبة بلغة الأرقام هناك من قال تم تخصيص 100 مليار لهؤلاء الذين حصلوا على 30 مليون من الشباب أقل من 40 سنة و 900 مليار تقريبا ميزانية هذه الانتخابات. يا أخي احنا معنا الديمقراطية، كنت نتمنى هي أنا عمري لا قلت أن فيها انتخابات، لأنه الانتخابات فيها معارضة مولات وفيها حرية تعبير، فيها حملة انتخابية، فيها برامج. هل لله سمعت واحد عنده برنامج؟ سمعت واحد يعرف يعني صلاحيات؟ فيه بعض المترشحين ما يعرفوش حتى صلاحيات المجلس البرلمان، وبالتالي تاك تقول تبون في أريحية. نعم، لأن ما عداش أحزاب يا أخي. في مقابل طبعا نسمع من فاز بهذه. أنت كمل أخويا جمال، لأن ما عندناش أحزاب سياسية عندها برامج، والحزب الهدف من تأسيس الحزب هو الوصول للسلطة. هذا عندنا أحزاب مع الناس السياسية عندنا بإذن الله. اليوم بالأمس كان فخامة الرئيس، كان الكادر، اليوم كاين تبون. هما ما عندهمش برامج سياسية، ما عندهمش أهداف مسطرة، هم كما يقول لك مع الواقف. اليوم طيب مع الواقف بالمناسبة، وبن قرينا الذي يصرح ما يصرح أيضا يورث ابنه أو يجد لابنه كرسيا في البرلمان، هو الذي كان يتحدث عن الطابور الصغير. نسمع ما يقوله براء بن قرينا، نجل بن قرينا الذي حصل كذلك أو منح مقعدا في البرلمان. على إثر النجاح الذي حققته الجزائر في هذه الانتخابات التشريعية والعبور الآمن نحو مؤسسات منتخبة، فإنني أحمد الله عز وجل وأتقدم بالشكر لك أيها المواطن العاصمي الذي احتضنت مشروعنا وصوت على قائمة حركة البناء الوطني. وهنا أجدد لكم الوفاء للثقة التي شرفتموني بها، وأرجو منكم مساعدتي لأكون صوتكم القوي وعينكم المفتوحة على احتياجاتكم وهمومكم. أنا ابن الشعب، ودخولي للبرلمان كان بفضل الله ثم بفضل الشعب. سيد برزام، ما تعليقك على توريث الآن بعد الأباء توريث الأبناء ابن بقطايا وابن بن قرينا، فيما جزائريون شباب يحرقوا بقوارب الموت من هذه الأفاق المسدودة في بلادي؟ سيد برزام، هل أنت معنا؟ نعم. هل من تعليق كنت تسمع ربما ابن بن قرينا وما يقوله وقبله؟ سمعت ورايح نجاوبك، فقط نقول على الضيف تاعك انا متفق معاه ما كاينش مشكل، في جمله بسيطه ان
ما هو في الجزائر الآن، وتقدر أقول لك من سنة 80 إلى الآن أرى أن القيادة السياسية في البلاد أو التي تدير الشأن العام في البلاد بعد يومين كانت هناك أخطاء كبيرة في التدير وفيه رداءة إلى آخره، أوصلتنا إلى ما نحن إليه وخاصة منذ 99 الآن. وبالتالي كل ما يقوله سيد من نقائص ومين وفي ديمقراطية وفيه كذا وفيه تهميش وفيه الناس يموتوا وفيه كذا كله صحيح وأنا متفق معه. مهاتير محمد في ماليزيا نهار جاب كانت ماليزيا على الحديدة وصلها إلى السماء. هاو التسيير الجيد. احنا اليوم في الجزائر كاين سوء التسيير، نعم أنا معاه، كاين الفساد، نعم كاين الانحرافات، نعم من بين هذه الانحرافات والفساد القوائم تاع الانتخابات ما تفوتش بطريقة اللي هي نزيهة تتحضر ديمقراطية، كيكون يسأل على تعريف الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ هي قرار الأغلبية. طيب. الأغلبية تمارس عن طريق الكفافية الصندوق نتاعك وتوصل بقيادة منتخبة ديمقراطيا رأي الأغلبية، ولا بد أن تحترم رأي الأقلية أو مكانة الأقلية، لأن من ديمقراطية تكون أغلبية. طيب. ولكن الأغلبية لم تقل الأقلية. كلمتها سيد برزان. اسمح لي أستاذ جمال، اسمح لي. فإذا أنا بن جرينا والبطاية وكذا قلت كنمتها من 2013 بروحي خلاص ومانيش متفق معهم، ولكن هذه الطوائم اللي تعمل هو اللي كانت النسبة الكبيرة للجزائريين في الانتخابات والبرلمانات كانت القائمة المغلقة. القائمة المغلقة دتنا للواد، وكما قال سليمة بدا يشتري في المنصب شراه 7 ملاير من عند ولد عباس اسكندر ولا اسمه الوافي. طيب هل هناك الآن يقال أنه بددوا 100 مليار على الذين منحوا 30 مليون من أقل من 40 سنة في هذه الانتخابات؟ أنا نتكلم لك على القائمة الموحدة اللي كانت لتدليس وإلا اللي تعينوا في الأوائل حسب الوعاء اللي قادم تاع كل حزب قبل ما تجري الانتخابات تصبح بين البرلمان عندك. طيب. مثلا في العاصمة كان يدي دائما هكذا وكل حزب عنده الوعاء الانتخابي نتاعو في كل دائرة انتخابية لما دير حلقة الناس دي تفوت على القائمة، مع أنت ما عندك خوك باباك وليدك فالجيل القائمة ما يخرجش، الصوت نتاعك ما يوصلش له، يوصل للأول هذاك والمجموعة الأولى. وكانت مغلقة وكانت تباع، كانت تباع في ظل النظام هذا اللي هدرنا عليه اللي كانت سوء التسيير والمحاباة وكذا، واللي داروها راهم في الحبسات الفاسدين. وبالتالي أنا متفق معه، أنا مانيش طيب خليك معنا مدام تتفق معه سيد برزام لو سمحت تبقى معنا. إذن فيما يدور هذا النقاش وهذا الجدل وهذا الاعتقال والاعتقالات، تحذيرات من مخاطر الوضع الاقتصادي في الجزائر وتوجه الجزائر نحو كارثة اقتصادية مثل ما تقول صحيفة الفاينانشال تايمز في تقرير لها.
انضم الينا في النقاش الان دكتور حميد علوان المحلل الاقتصادي الاستاذ الجامعي. دكتور علوان، الفاينانشال تايمز الى جانب تقارير اخرى، الجزائر تتجه نحو كارثه اقتصاديه. دكتور حميد علوان، انا في الاستماع. انا سامعك سي جمال. ما رايك فيما اخر تقارير عن الوضع الاقتصادي في الجزائر؟ صحيفة التايم الفاينانشال تايمز البريطانية المرموقة، الصحيفة الاقتصادية الأولى والثانية مع وستي جورنال في العالم، تتحدث عن كارثة اقتصادية تواجهها الجزائر. شوف سي جمال، دعني أقول لك وأحيي الحضور اللي معاك ومن كل المشاركين والمتابعين تحية السلام، فأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الوضع الاقتصادي في الجزائر، سي جمال اليوم تتكلم على مقال جاء في مجلة بريطانية، فأنا أقول لك بأن الوضع الاقتصادي معروف لدى الخبراء الاقتصاديين الجزائريين وحتى الأجانب وخاصة المؤسسات المالية الدولية بينها صندوق النقد الدولي والذي هي تقارير دورية. لكن أنا أريد أذكر المجتمع الجزائري وأذكر المشاهدين بأن في سنة 2019 كان مقال طويل جدا من أحد المعاهد الفرنسية يتكلم على الاقتصاد الجزائري بأنه سيرى في السنوات بعد سنة 2019 نظرا للمؤشرات الكبرى الاقتصاد الجزائري التي تراجعت، بحيث أن الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2013-2014 كان يتجاوز 220 مليار دولار. في نهاية 2019 واليوم نتكلم سنة 2021، الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 170 مليار دولار، فهناك تراجع بحوالي 50 مليار دولار هذا في الناتج المحلي الإجمالي. هذا دليل بأن هناك أثار سلبية على مستوى حياة الأفراد في الجزائر، حياة المجتمع في الجزائر العادية، ولا أتكلم عن الاستثمارات. وهذا في هذا المقال المطول اللي جاء في سنة 2019 كان وصفه صاحب المقال، يقول بأن الجزائر وضعها الاقتصادي مقلق وسيكون مقلق في السنوات المقبلة، ووصفه بأنه فيه متلازمة الهولندية أو ما يسمى بالمرض الهولندي، وهو المرتبط بالدول الريعية والنفطية. لما تنخفض هذه الأسعار يؤدي حتما إلى أن ستتأزم مختلف المؤشرات الكبرى للاقتصاد الجزائري. واليوم نتكلم على منهار تماما عندما كان أكثر من 260 مليار دولار، اليوم نتكلم على حوالي أقل من 40 مليار دولار. عجز الموازنة هو عجز كبير جدا، بعض الخبراء يقدرون باش يكون التوازن في الميزانية العامة، في موازناتنا العامة الداخلية، يجب أن يصل أسعار البريل 169 دولار للبرميل، وهذا مستحيل في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية اللي تمر بها خاصة في ظل هذه الجائحة. أقول لك بأن اليوم الجزائر ما يقلق كثيرا أن ليست هناك رؤية واضحة الجزائري والخروج من صادرات المحروقات إلى صادرات منتجات جزائرية. ربما هناك قطاعات مهمة جدا في الجزائر لو استغلتها السلطات والمنظومة الحكم في الجزائر التي أثبت الفشل الاقتصادي فيها، لأننا في بعض الأحيان نهرج سياسيا وممكن أننا نعوض هذا التهريج في مراحل جد متقدمة، لكن التهريج الاقتصادي يكلفنا مشاكل كبيرة اقتصادية في الجزائر. دعني أقول لك اليوم المشكل الكبير، هل الحكومة الحالية، هل هؤلاء البرلمانيين وهذه الأحزاب اللي ترشحت إلى البرلمان هي داركة بأن الوضعية مقلقة؟ البطالة، معدل البطالة فوق 14%، بعض المؤسسات أعلنت، ولا أقول بعض بل الآلاف من المؤسسات أعلنت عن إفلاسها وذهبت العمال إلى البطالة. دعني أقول لهؤلاء المترشحين وللسلطة في نفس الوقت، هل هم يعلمون بأن اليوم هوية الاقتصاد الجزائري إلى غاية اللحظة لم تكن واضحة؟ هل سنذهب إلى اقتصاد السوق؟ هل سنخصص المؤسسات العمومية؟ أنا أظن بأن إلى غاية اليوم السلطة وآخر ما صدر وما صدر من 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 أموال سموها أموال وعقارات منهوبة، وخاصة أحد الشركات واللي هي شركة حداد، ولجأوا إلى ضمها إلى وزارة الأشغال العمومية. معناتها هوية الاقتصاد الجزائري ما زالت عندنا منطق
الاشتراكية، منطق البيلك، منطق ليبيان فاكون. ولذلك أظن بأن إلى غاية اليوم هذه المؤشرات ستخيف الاقتصاد الجزائري مستقبلا، لأننا احنا متوجهين نحو استدانة خارجية لا محال. وأنا مسؤول على هذا الكلام اللي نقول فيه، لأن اليوم حتى الضريبة المباشرة في الجزائر اللي هي ربما التحصيل تاعها الأضعف في منطقة المغرب العربي، اليوم لما تفلس هذه المؤسسات وما تخلقش القيمة المضافة، والمؤسسة الصغيرة المتوسطة تتراوح مكانها، والمؤسسات الكبيرة تعاني من التمويلات وتعاني من الإمدادات بالمادة الأولية وتعاني من انهيار قيمة الدينار وتعاني من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، تعاني من عدة مشاكل اقتصادية. هذا دليل آخر بأن الاقتصاد الجزائري، حتى لا أسود الوضع وحتى أكون موضوعي، ولكن هذه هي الحقيقة المرة للاقتصاد الجزائري. أتمنى إذا بقوا الشرفاء في الجزائر أنه يأخذوا بمحمل الجد الوضع الاقتصادي في الجزائر. اليوم البطالة بين الشباب اللي عمرهم بين 20 و 28 سنة تتجاوز 30%، هي بطالة مقننة. اليوم لما نتكلموا على 14% معناتها 1,400,000 بطال في الجزائر ما عندهمش مدخول تماما، وهذا هو المقلق اليوم. موش مقلق أنك تروح إلى قبة البرلمان وأنك تكتسب مقعد وتكتسب حصانة برلمانية، ولكن هذه الحصانة البرلمانية ستراقب ماذا لما تكون الخزينة العمومية فارغة، ولما تكون المديونية الداخلية في ارتفاع مهيب ولا يمكن استرجاعها للبنك المركزي. سيدي الفاضل سي جمال، هذه مؤشرات مخيفة جدا في الاقتصاد الجزائري. أظن أنه حان الوقت للجزائريين أنهم ينتبهوا بأن الجزائر اقتصاديا في خطر. شكرا جزيلا لك دكتور حميد علوان، محلل اقتصادي، الأستاذ الجامعي لخص المشهد، جاب الله سايغي من عين المكان كما يقال دكتور حميد علوان. طبعا هذا التقرير الفاينانشال تايمز يشير إلى طبيعة النظام، يشير إلى سيطرة العسكر الذين لا يريدون إدخال إصلاحات في البلاد، وهذا يزيد مخاطر الوضع المحتقن سياسيا والمخيف اقتصاديا كذلك. والله يعني هو الوضع، يعني في الحقيقة نحن الجزائريين نحن ما نحتاجوش الفاينانشال تايمز ولا صحيفة أخرى يعني أجنبية، نعرف الوضع نتاعنا وعلى بالنا يعني. وكثير من الخبراء الجزائريين أمثال نعطيك مثلا بن بيتور، كثير الأستاذ مثلا اللي كان يتكلم وغيرهم كثير جدا تكلموا على هذا المآل منذ سنوات، مش من اليوم، منذ سنوات طويلة جدا. لكن كما قلت أنه طبيعة النظام الذي لا يسمع ولا يرى ناس عصابة عندها مصالح تحب توصل أولادها للحكم، تورث لهم الحكم حتى إذا كان ذهبهم أولادهم وراء يبقوا في الحكم. ورانا شفنا انتخابات يعني كيفاش الناس راهي ترشح لأولادها وتستفز يعني في المشاعر تاع الشعب وغيرها. لذلك من مشاكل هذا النظام هو الإرادة السياسية، يعني نظام فاقد لكل إرادة سياسية في إصلاح الوضع. لما تكون ما عندكش إرادة مش حاب تصلح، يعني مش حاب تصلح ولا ما تعرفش، يعني مش ممكن تصلح البلاد فقط يعني بكل سهولة، يعني ما تحتاجش مثلا حتى خبراء يجوا يقولوا لك مثلا كذا وكذا أبدا، يعني ربما على بالهم لكن هناك عراقيل، هناك مصالح شخصية الآن تطفو على المصالح العليا للبلاد. لذلك لما يطالب الحركة والشعب بالتغيير مش معناها هكذا اعتباطيا، ولا مثلا الناس مش مسؤولة أو ما تعرفش الكلام اللي تقول فيها أبدا، وإنما لهذا لأن هذا النظام بهذه المنظومة بهذا النظام بهذا الشكل بهذه الطبيعة لن يصلح حال الجزائر. طيب ابقى معنا جاب الله سايغي قبل ان اعود سيد قبل ان اعود لل جمال لو سمحت يعني فضل. انا والله فقط حبيت نقول للاستاذ يعني ضيفك نتاع جبهة التحرير الوطني يعني في مساله المشاركه فقط، يعني لو كان كل الناس من المفروض انه كل الناس يقولوا روحوا للمشاركه، من المفروض انه هو وابن النظام يقول ما يشاركوش. لماذا؟ لانه يعرفوا ان هذه المؤسسه ليس لها صلاحيات، وبالتالي فدخولها عبث يعني فقط شكليا لا يغني ولا يسمن من جوع. تفضل اخي جمال. طيب شكرا، ابقى معنا اخ جاب الله. قبل ان اعود الاستاذ مصطفى عطوي، محمد برجاب سؤال اخير، ما رايك؟ اليس هذا هو الوضع الخطير
وهذه المخاوف من كارثة اقتصادية مع دفع نفس النظام بنفس الممارسات وجر الجزائر جرا هكذا. نعم أستاذ جمال، كنت قبل قليل قلت لك سوء التسيير في الجزائر وخاصة من بداية مطلع منتصف الثمانينات لما بدأ عبد الحميد إبراهيمي في إعادة الهيكلة للمؤسسات وتحطمت كل مؤسسات الدولة بما فيها اللي بناها بومدين الصناعة وبما الصناعة المصنعة وغيرها. ومن بعد سوء التسيير في الأموال اللي حصلت عليها الجزائر من الآن كنا قادرين الاقتصاد هذا وحيد الجانب اقتصاد الريع كنا نحولوه إلى صناعة مصنعة إلى فلاحة قوية إلى سياحة إلى مستثمرات إلى كذا، وكنا نخرج تماما من هذا اقتصاد الريع واقتصاد كذا. ولكن 1500 مليار من 99 إلى اليوم إلى ذهاب بوتفليقة ونظامه راحت هباء منثورا، وإحنا 1500 مليار قادر ترجع بها الجزائر كلها جنة، ولكن مشات إلى جيوب الناس الآخرين مثل حداد وكونيناف وكذا وكذا ب50,000 مليار لشخص واحد لمشاريع ما بداش يعمل فيها ويدي الدراهم وراح يشي ممتلكات في الخارج وكذا. إذن الفساد وسوء التسيير احنا مسؤولين عليه تماما وكلنا مسؤولين في هذا البلد، أن الخيرات اللي أعطاها الناس إذا ربي ما استثمرناهاش باش نحولوا ما أعطانا ربي من المحروقات إلى مصادر أخرى للثروة، مصادر أخرى للثروة عن طريق الصناعة، الصناعة المسلحة المصنعة مثل ما قلت، عندك الزراعة، عندك السياحة، عندك سمعت كل ما يسمى بالمجتمع المعرفة، ندخله في مجتمع المعرفة ونخرجه من كل الأزمات، ولكن سوء التسيير أدى بالأموال هذه كلها ذهبت. طيب لكن أنت كنت تقول كلنا مسؤولون، الحراك يقول كنت تقول كلنا مسؤولون، الحراك يقولون هذه المنظومة هي والشعب الجزائري لي نحن ضحايا المذنب هي هذه المنظومة، ولهذا يجب الرحيل ودولة مدنية ماشي عسكرية، لأن حكم العسكر بحسب هذا التقرير كذلك هو المسؤول كذلك عن هذا الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد. نعم نعم قلت لك بأن من تاريخ كذا اللي انتمي إلى الأيوم والناس كلها أنا نتكلم على نفسي مسؤول كنت داخل هذا النظام، ولكن أنا نظيف ونزيه ولكن نتحمل المسؤولية. أما الشبان الجيل الجديد اللي ما شاركش عنده حق، بس حنا كما نقول لك تاني عندي حق باللي طيب. شاركت بطريقة وبأخرى ما نقولش باللي في الفساد، ولكن كنت داخل هذا النظام والناس كلها مسؤولة باش وصلت الجزائر، ولكن بكيفية متفاوتة من الصفر إلى 100%. أنا ما كنتش نقرر ولا نمد الملايير خطاني أنا، ولكن كنت داخل هذا النظام، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والناس اللي وصلوا الوضعية هذه اليوم الجزائر في وضعية متردية جدا. أنا معك وبحول الله برك نخرجوا من هذه الأزمة بتكاتف الجهود وربي إن شاء الله يا ربي باش نخرجوا بلادنا من ما توقعش في الانهيار ولا في أزمات إن شاء الله. شكرا جزيلا لك محمد برزام البرلماني السابق، القيادي السابق في الأفلان، المحافظ السابق في الأفلان، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. أعود إليك أستاذ مصطفى عطوي، طبعا وأنت متابع لهذا الشأن الاقتصادي هذا هو المخيف أكثر كذلك. طبعا في النهاية الاقتصاد ليس إلا محصلة للسياسة، وهذا التقرير الآخر الذي يقرع الأجراس عن الوضع في الجزائر. أخي جمال بقول كلمة فقط، أنا لست مسؤولا عن ما يحدث، والشعب الجزائري ليس مسؤول، المسؤول هو نظام الحكم كما قال عمر بن عبد العزيز، لما يقوم العدل يقوم الشعب. إذا ما كانش قضاء مستقل، وتشرشل بعد الحرب العالمية الثانية ما سخساش لم يسأل عن الاقتصاد أو عن التعليم ولا حتى عن الصحة، اسأل عن العدالة عن القضاء. إذا كنا في دولة ما فيهاش قضاء ما فيهاش عدل فالمسؤولية لا تقع على عاتق الشعب، هذه أولا. ثانيا استشهد بمبدئ، أنا أقول أول كارثة الجزائر هو 19 جوان لما أتى بومدين للحكم، ومن ثم بدأت الكوارث. من يأتي على ظهر دبابة يستعمل السلاح للبقاء والقوة والبطش والاستبداد للبقاء في الحكم. لما الحاكم ما يكونش عنده معارض، ونقول لك أكبر يعني كان في السلطة أمريكي يقول من هو الرجل الناجح والسياسي الناجح؟ من يستطيع أن يختار الرجال الأكفاء أكثر منه، ودار هذا لكي طوع القبر تاعه. وبالتالي المسؤولية تقع على عاتق
السلطة وعلى عاتق من كان وعلى عاتق من قبل باش يكون خضرة فوق عشاء. احنا من 2008 سي جمال وحنا ناضوا ونقولوا ناقوس الخطر. وزيد أقول لك ما قاله الجريدة البريطانية، قالوا كثير من الخبراء ورجال الاقتصاد النزهاء والأكفاء في الجزائر أسبوعية في جريدة الوطن، في كثير من الجزائريين هنا في الجزائر يقولوا أن الوضعية خطيرة. السيد بروفيسور جوكنا عوف أو الجزائري من كندا كان كل مرة يقوم بمحاضرات ويقول أن الوضعية، ويقول كيف يتم تحسين الوضع في الجزائر. وأنا شخصيا لسه رجل اقتصاد، ولكن يشير التقرير مصطفى عطوي إلى سيطرة الجيش وأنه هذا هو المفتاح وهنا العقدة كذلك. نعم أشير إلى فقط هذا بر. وكنا نقول إذا الجزائر لحد الآن إذا انهار مدخرات الجزائر من عملة صعبة سوف ينهار الاقتصاد الجزائري وتكون نفلسة في الجزائر خطيرة، نكون مثل زيمبابوي. وهذا ما يشير له أيضا السيد الأستاذ عميري في يومية الوطن أسبوعية. كذلك من الأسباب اللي قلنا أشرنا إليها دائما وانت تشهد على ذلك أخي جمال، أن نقول المسؤولية في الجزائر كذلك إلى حكم العسكر. نقولها صراحة ما كانش دولة حكمت حكمها العسكر ونجحت إلا يعني دولتين أو ثلاثة، والشاب لا يقاس عليه. احنا نحب الجيش تاعنا ولكن نحب الجيش في الثكنات باش يمارس صلاحيته المخولة له الدستورية. نحب يكون عندنا جيش قوي يدافع عن البلاد والعباد. طيب والوقت يداهمنا أستاذ مصطفى، لو سمحت تبقى معنا. وهذا شعار الحراك، دولة مدنية ماشي عسكرية. الحراك وعشية الجمعة 22 بعد المئة من الحراك الذي تتعزز حجته في تغيير يليق بالجزائر مع نتائج الانتخابات وما تم أخذ عنها، عن عودة الأفلان والأرندي ونسبة مشاركة تعبر عن الأقلية وليس عن الأغلبية التي قاطعت هذه الانتخابات بشكل قياسي. Thank you.
جاب الله سائغي الوقت يداهمنا في دقيقة ودقيقتين. نحن عشية الجمعة 22 بعد المئة من الحراك، حجة الحراك تعززت بنتائج هذه الانتخابات؟ الحراك انتصر على الأقل على مستوى الوعي السياسي أو الوعي بالقضية الجزائرية. الحراك اليوم أشد وحدة، والحراك أشد حجة كذلك. الحراك ما زال مستمر، يعني لن يتوقف في كل مكان. الجزائريين بالنسبة لنا احنا هذه الانتخابات هي عبارة عن لا حدث، هي فخ من فخ السلطة اللي ممكن كما فعلها في كل مرة نجاوزوها. طبعا كما قلت هذا البرلمان ربما نال يعني مشروعية لكن لم ينال شرعية شعبية، وبالتالي لم يتغير شيء. نحن في نقطة الصفر، نحن في 22 فيفري 2019، الأفلان لالندي حمص وغيرها من الدوائر تاع السلطة، يعني من الساتيليت تاع السلطة، فهمت؟ بالنسبة لي احنا لا شيء تغير. الأهداف تاع الحراك ما زالت، فعلا التحديات لا زالت كبيرة أمام الحراك، تحديات كبيرة جدا، وهذا ما ينبغي أن نركز عليه. لأنه بالنسبة لي احنا تكلمنا كثير ربما 23%، لكن لم نتكلم على 77% أو 80%. لذلك أود أن أتكلم عن 80% في هذه العجالة حتى نقول بأنه لا شيء تغير بالنسبة لنا. الحراك لا يزال يتواصل، تحديات كبيرة ما زالت أمامنا، أمام الحراك، أمام الشعب الجزائري، من ناحية الوعي، من ناحية المحافظة على الوحدة الوطنية، من ناحية العمل أو تنظيم الحراك حول أرضية مشتركة لكل جزائريين نخرج بها لنواجه بهذا النظام. طيب. ونخرج بها أكثر تنظيما، أكثر حجة، أكثر إقناعا، حتى يتغير هذا النظام من الأساس، وليس ما نلعبوش الآن في مجال الترقيع، وإنما في مجال التغيير النظام. الناس اللي يقول لك كيف تريد أن تغير النظام، نعم نريد أن نغير النظام. لابد لهذه العصابة أن تتفاوض مع الشعب، لابد أن تسمع لهذا الشعب، لصرخات طيب. هذا الشعب، لأن البلاد ما عادش تحتمل أكثر من هكذا مغامرات. شكرا. اليوم الجزائر على شفا بركان وعلى فوهة بركان. مليح أننا هذا النظام إذا كان فيه كما يقولوا من رجل رشيد أن يسمع لهذه الصرخات نتاع الشعب، وأن يسمع لها بآذان فعلا يعني مفتوحة، ليرى هذه المطالب المشروعة، ونبني الجزائر معا كلنا كجزائريين. لا نحتاج لا يعني تدخل خارجي ولا منظمات خارجيه ولا غيره. طيب. وانما نبنيها معا نحن جميعا كجزائريين. شكرا جزيلا لك جاب الله سايغي، وصفه جيده التي يطرحها جاب الله سايغي مصطفى عطوي، يعني من بعد نتائج وهذه الرسائل الواضحه بالعكس فرصه المفروض للتغيير. يعني الجزائريون في غالبيتهم مفروض قالوا كلمتهم، يريدون تغييرا وليس استمرارا لنفس الوضع. أولا أن كل شيء يحصل حتى توقيف المسيرة أشوف فيه خير وربي يدير فيه خير إن شاء الله، هذه أولا. ثانيا ما لازمش، أنا بالنسبة لي هذه الانتخابات أولا لا هدف، بالنسبة لي ليست انتخاب. ثالثا لازم الإنسان يقول ربي خلقنا حرار، لازم نقول الحقيقة كما قال ثاني سياسي فرنسي، أنا حر وأقول ما أفكر فيه. خويا جمال، الوضع في الجزائر خطير وخطير جدا، وكما قال أحد السياسيين قدما كنا نحن على هوية حافة الهوية، ولا أريد أن نخطو بخطوة إلى الأمام، نريد أن ننقذ الجزائر، والجزائر لا ينقذها إلا إذا تضافرت الجهود كامل. كذلك الشعب يقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب. فيه موالاة ومعارضة ولا كتلة يعني صامتة. ما لازمش لازم نقيم الأمور بدقة. ليس 80% هذه كامل مع الحراك، أنا أقولها صراحة، ولكن يجب على الحركين، على النشطاء، على السياسيين، على النزهاء، أن نعمل على كيف نجلب هذه الكتلة الصامتة إلينا. طيب. إذا استطعنا نجلبها إلينا فسوف نغير نظام. شكرا جزيلا لك، للأسف الوقت أدرك أنا مصطفى عطوي، نلقاك في فرصة أخرى. الناشط الحقوقي، شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.